أكيد عفافنا نوجه تحياتنا لكل العاملين بشركة مياه حمص، يعطيكم ألف ألف عافية وكل عام وأنتم بألف خير. وهلأ أكيد وصلنا لمساحة جديدة ضمن صباحنا لليوم، كمان مساحتنا طبية رح تكون مختصة بالتمريض يلي هو فن وعلم وإنسانية وإمداد على جميع المجتمعات، وبخدمات كمان معينة علاجية بطبيعتها تساعد على بقاء الفرد صحيحا، وهذا الشيء كمان بيمنع المضاعفات الناتجة عن الأمراض والإصابات. كمان له جانبان بنفس الوقت يا رشا، فني وآخر معنوي، وللحديث عن هي الجوانب المعنوية لهي المهنة والإنسانية خلينا نكمل. أكيد عفافات، نقول تمريض، نحن عم نحكي عن مهمة إنسانية بحتة، واليوم مهنة التمريض هي الخط المرافق لعمل الطبيب، وهو المتابع لحالة المريض، متابع لحالته الصحية، حالته النفسية. اليوم الممرض لازم يمتلك روح الدعابة، يكون صحيح. نفسيته حلوة، يكون باله طويل، لأنه اليوم هو أمام حالة ممكن تكون كتير صعبة، وأكيد في كتير من الممرضين والممرضات عانوا بالسنوات السابقة من كتير من العدوى، من كتير من الأمراض بسبب الحالات الصحية اللي كانوا عم يحتكوا فيها بشكل مباشر. فهي المهنة أبدا ما بتقل صعوبة عن مهنة الأطباء، ومثل ما أنهن الخط المرافق لعمل الطبيب. رح نحكي أكثر عن مهنة التمريض وأهم التحديات اللي عم تعيشها، ووقت نقول تمريض في اختصاصات كتير مهمة ضمن أيضا مهنة التمريض. وضيفنا لليوم بالاستوديو هو السيد إسام شوحكر، وهو مدير التمريض بمشفى الأسد الجامعي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير، يسعد صباحكم وأنتم بألف خير. يا أهلا وسهلا. يسعد صباحك مرة ثانية وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. وأنتم بألف خير. خلينا هيك نبلش بداية الفقرة معك، يعني أنتم معروفين ملائكة الرحمة، بنقول عنكم لازم النفسية والإنسانية، وحتى وش الممرض أوقات بتلاقيه يكون رحماني مشان يكون على المريض هيك وقت يشوفه المريض يتروحن فيه مثل ما بنقول. خلينا هيك بداية نبلش الفقرة معك بكلمة معايدة لجميع قطاع التمريض. طبعا أكيد بالدرجة الأولى بحب عايد معايدة خاصة أولا لسيد الوطن الرئيس دكتور بشار الأسد، وللجيش والقوات المسلحة، وللجيش الأبيض هو الجيش الصحي اللي كان له دور كتير كبير بفترة جائحة كورونا وبكافة المجالات والسنوات القديمة. أيضا معايدة خاصة لكافة التمريض والممرضين على مساحة الوطن، وأخص أيضا المعايدة هي معايدة خاصة جدا للتمريض والممرضين الموجودين على رأس عملهم حاليا، كافة العاملين يقضون أغلب الأعياد مع زويهم وأهلهم، إلا التمريض يبقى في مكان عمله يقدم خدمات حتى في الأعياد وغيرها. وأقول كل عام وأنتم بخير. أكيد بنقول لهم يعطيكم ألف عافية، ودائما هنن كنا عم نذكر بالفقرة السابقة أنه كانوا بحالة استنفار كاملة بالسنوات السابقة مرورا بجائحة كورونا وحتى أيام الزلزال. خلينا هيك اليوم نضوي أكثر على مهنة التمريض، نعرف فيه بشكل عام، واليوم شو هو متطلبات التمريض؟ هلأ مهنة التمريض هي علم وفن ومهنة إنسانية يقوم بها أشخاص لديهم شهادات علمية جامعية، خريجين مدارس التمريض على مستوى عالي، يؤدون خدمة خدمات رعاية للمريض، وأيضا تقديم توعية للأصحاء. مهنة التمريض مو فقط مع المريض، وإنما تتناول جانب الأصحاء اللي هي تمنع المرض عن طريق التوعية الصحية، تسقيف الصحي والإجراءات الكفيلة لعدم الإصابة بالمرض. خلينا نتوسع شوي بدور الممرضين على نطاق أوسع، يعني شو دور الممرضين اليوم؟ شو بتكون وظائفهم بالضبط؟ هلا مهنة التمريض هي طبعا من المهن الإنسانية الشاقة والصعبة، تعتبر هي حسب المرسوم 34/2006 هي من العوام من المهن الخطرة تحت بند التقاعد المبكر، فهي بيختلف دور الممرض بحسب القسم ومكان عمله طبعا، وحسب اختصاصه وحسب المهام التي يقوم بها. هلا مثلا تختلف مثلا من الاختصاصات، مثلا الاختصاص العنايه، ممرض العنايه بيختلف طبيعه عمله
عن ممرض العمليات، عن ممرض الذي يعمل في الشعب الطبي، ايضا عن ممرض الذي يعمل في غسيل الكلى، الذي يعمل على الاجهزه والاجهزه الحساسه ويقدم خدمه للمريض على مستوى عالي. ايضا مثلا الخدمه بيقدمها للطفل، مثلا تمريض الاطفال، الممرضات اللي عاملين في مشفى الاطفال في بيتعامل مع الطفل، يعني من المهام كثير صعبه. طبعا يؤدي يعني لهم دور نفسي كمان نفس الوقت بالمعاينه النفسيه. بنفس الوقت هي تقديم الخدمه العلاجيه والطبيه الموصوفه من قبل الطبيب. والدرجه الثانيه هي العمل على المستوى النفسي والحاله النفسيه التي يمر بها المريض اثناء مرضه، اكيد هو ما له صحيح حتى يكون نفسيا صح وصحيحا. اكيد هي مثل ما قلنا استاذ، هي متابعه بالنهايه لعمل الطبيب ان كان باعطاء اللزوم بوقته، وان كان بمراقبه الحاله، وكان مثلا اي طارئ ممكن يطرا على حاله المريض فهو فورا بيتواصل مع الدكتور المشرف على حالته. اليوم عم نحكي عن مهنه مثل ما وصفتها هي شاقه وبحاجه لبيئه مريحه لتقدر تعطي وتقدم بشكل ايجابي. خلينا نحكي اليوم على ظروفكم بشكل عام، ظروف العمل التمريضي. هلا بس بعد اذنك خلينا نحكي اولا عن متطلبات التمريض. هلا هي نحن بنعتبرها هي الاهم، الظروف معناتها في متطلبات، لانه هي المتطلبات لانه هي الاهم حاليا. هلا متطلبات التمريض اولا هي طبعا زياده الاجور وزياده طبيعه العمل حتى تناسب الجهد اللي تقوم به الممرضه بسبب تواجد الدائم مع المريض. يعني نحن مثلا مهمة التمريض هو العمل 24 ساعة مع شخص مريض ومع مرض يمكن ينقل العدوى للممرضة نفسها. فزيادة الأجور، زيادة التعويضات، طبيعة العمل، التقاعد، وثانيا المناصفة بين كافة الاختصاصات الطبية حتى لا يشعر الممرض انه مظلوم او يشعر بالإحباط. هلا بالفترة الأخيرة طلعت زادوا التعويضات لبعض الاختصاصات مثل طبعا التخدير، المعالج الفيزيائي، وهلا الاورام. نحن بنتمنى انه يكون لكافه التمريض. على اي اساس بتكون الزياده استاذ؟ الزياده يعني هي على الاختصاص، على الاختصاص وعلى طبيعه العمل والظروف اللي بتمر فيها بهذا القسم. له ظروف وله معايير طبعا يعني. فنحن بنتمنى انه هذا يكون على كل التمريض حتى لا يشعر طبعا بالظلم وبالاحباط. ثانيا مثلا تفعيل نقابة التمريض، تم إحداث نقابة التمريض بمرسوم ب 2012 حتى الآن. طبعا مشكورين اللي ساعين على السير في إنجاح أو إعداد النقابة، ولكن تطور بطيء. هلا النقابة هي ممكن تضمن حقوق الممرضة وتأمن التقاعد الصحي والتأمين الصحي بعد التقاعد، هو هذا الأهم. يعني بصير الممرض هو بحاجة لرعاية صحية. ثانيا او ثالثا افاد التمريض الموجودين في مؤسساتهم لتعديل شهاداتهم والاختصاص اكثر، لانه دائما الاختصاص الدقيق بيؤدي خدمه اعلى وادق. هاي توقفت من فتره، فنحن بنتمنى انه يكون تعود هذه الحاله. ايضا احداث البورد العربي والبورد السوري اللي هو بيصير فيه معادله الشهادات من اي مهما كانت الجهه المانحه. اليوم شو اهم اختصاص بمهنه الطب هو المطلوب اكثر بالمشافي؟ هلا اليوم اكيد كل الجهود المبذوله تشكر، ولكن بتحس انه دائما في قسم مطلوب يكون العدد اكثر ضمن هذا القسم. هلا هي دائما الاقسام الصعبه بالمشافي والاقسام اللي تحتاج الى رعايه كبيره هي العنايه والعنايه المشدده والعمليات طبعا الحالات الحرجه. هلا نحن في سوريا طبعا قفز التمريض قفز كثير كبير ومهمه بالسنوات الماضيه. اصبح لدينا خريجين شهادات دكتوراه، شهادات ماجستير، الماجستير يعني اختصاص، منها الماجستير حالات حرجه، ماجستير مثلا بالطب الاطفال، ماجستير رعايه المسنين، رعايه كبار في بالمرحلة العجزي. بالإضافة إلى تمريض التوليد وأمراض النساء. هي كلها الاختصاصات صارت موجودة عندنا كماجستيرات. وأيضا يوجد اختصاصات بتقوم فيها مدرسة التمريض اللي هي مثلا تمريض عمليات بيتم رفض فيها المشافي، وهي من فترة من زمن بعيد. والتخدير والإنعاش كمان هي كثير مهمة ومطلوبة، والتوليد والقبالة.
يعني دائما الممرض بيكون هيك له حاله خاصه، اعتناء خاص نفسي وجسدي لازم، لانه كل ما اعتنينا فيه بزياده كل ما هو قدم بشغله اكثر احترافيه يعني، واعتنى وعطى من قلبه كمان يعني، هو مهمته كمان بنفس الوقت نفسيه اكثر من انه الانتباه على صحه المريض الجسديه. خلينا هيك نعرف ظروف العمل الوظيفي للتمريض. تمام، الظروف طبعا على التمريض وعلى الجميع هي ظروف صعبه بالوضع الحالي ووضع الراهن. هي اولا انه بالوضع المادي طبعا ياثر كثير على الوضع النفسي وعلى الوضع العملي والاعطاء الممرض بشكل عام، بالاضافه الى انه مهنه التمريض هي من المهن الصعبه، مهن الشاقه، بسبب اولا انه الوقوف الطويل مثلا اثناء العمليات بسبب الحاله، المجهود الكبير بقسم العنايات، بيكون الممرض معرض لاصابه بالديسك، اصابه بالامراض المعديه والامراض المنقوليه ممكن يصاب فيها. هي كلها ظروف كمان انه كثير صعبه. الشغله الثانيه هي دوامات التمريض. يعني قد اليوم الدوام؟ مثلا الدوام هو 4 ورديات، كل ورديه هي 6 ساعات. ولكن الصعب والظروف الصعبه فيها هي الدوامات المسائيه والليليه، يعني بتطلب من الممرضه الدوام اليومي، في دوام مثلا اخر الليل اللي هو من 2 لـ 8 الصبح، هذا يعتبر تعب نفسي وجسدي. طيب نحن كيف فينا هون نقدم له هلا هون نحن اولا بدنا نفسي وجسدي هلا اولا نحن بدنا انه يعني الدعم المادي اكيد، هو التعويض، طبيعه عمله، تمييز طبعا طبعا تعويضها يعني احساسها انه هي ما بتبذل مجهود اكثر من الدوام الثاني اللي هو بيكون هو عكس الطبيعه، دوامها هي عكس الطبيعه. بالاضافه له انه المعامله الحسنه مع طبعا من قبل الاداره والرؤساء التمريض، المعامله الحسنه، تقدير ظروفهم ومساعدتهم، وتخفيف ما امكن من ظروفهم الصعبه. مثل ما ذكرت استاذ، اليوم التعويض المادي مو بس بالتمريض، بجميع القطاعات مفروض يكون بشكل عام. يعني اليوم اي حدا عم يتعب ويقدم هذا الجهد بحاجه اليوم لتكريم مادي، تكريم معنوي. بسؤال اخير لحضرتك، ذكرنا اختصاصات بس خلينا ننوه ولو بشكل مباشر، اليوم دراسة التمريض هي ابدا ما أنا سهلة، الناس بتفكر انه انا بروح بعمل كورس تمريض وبصير ممرضة، يعني هذا الشيء ابدا مو صح، خلينا نوضح الفكرة. هلا التمريض دائما مثل ما حكينا اول شيء بالبداية انه هو جامعي، يعني خريج كلية التمريض ومدرسة التمريض. هذا بيتم قبوله عن طريق المفاضلة ببكالوريا علمي حصرا. صحيح. لا يعني الشهادة العلمية البكالوريا العلمي حصرا بدراسة 3 سنوات بمدارس التمريض أو دراسة 4 سنوات هي كلية التمريض، وتكميل التأهيل العلمي عن طريق ماجستير ودكتوراه وإلى آخره. هلا حضرتك حكيتي عن الدورة، هاي الدورات هي عبارة عن دورات تثقيفية بيتم تأهيل كوادر موجودة على الأرض ليست لها علاقة بالمشافي وبالعمل التمريض، عبارة عن تثقيف صحي، يعني بيتحقوا بالعمل بالمشافي اللي عم يدرسوا. هلا هن اسمهم مساعدات ممرضات، يعني هن تقوم بالأعمال الخدمية للممرضة. نعم، مثلا تقليب المريض، تبديل الشراشف، كذا، هون بيصير في اختصاص تخصص لعملها، انه هاي المساعدة الممرضة مهمتها فقط العمل الخدمي لتخفيف الاعباء على الممرضة. يعني بشهادة الكورس بيكون مكتوب انه مساعد ممرض، لانه كثير عم نشوف حالات مثل ما قلت رشاد انه بيعملوا كورس تمريض وخلص انا صرت ممرضة. لا، هون بالشهادة شو بيكون مكتوب والعمل المختص فيه بالضبط لازم؟ هلا هون بيتطلب ايضا الجهات مثلا المشافي من المؤسسات من المعنيين هن ضبط هاي الحالة. هلا بالنسبة لنا نحن مساعدة الممرضة هي فقط للقيام بالأعمال الخدمية بجانب الممرضة ولا تقوم أبدا بالعمليات العلاجية. في تعديلات حاليا على شهادات الممرضين اختصاصاتهم؟ هلا ممكن مثلا الفئة الثانية اللي هن خارجين مدرسة التمريض انه تكميل تحصيل العلمي وحصول على إجازة جامعية بالتمريض في كلية التمريض. نحن حبينا نضوي على هي الفكرة كرمال نوضح انه اليوم التمريض هو دراسيا كمان صعب وهو بحاجة لسنوات وممكن ياخذ 4 سنوات وبعدها الماجستير بالاختصاص اللي بحبه. بدنا نتشكر حضورك لليوم ومن خلالك استاذ بدنا نعايد جميع العاملين بمشفى الاسد الجامعي وبدنا نقول لكم يعطيكم الف عافيه وكل عام وانتم بالف خير. شكرا لحضورك. شكرا لك وكل عام وانت بالف